حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نطمئن من خلاله على الحاله الفنيه والحاله النفسيه وكيف يستعد الاهلي للقاء العوده. كريم، مساء الفل عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني طمني بقى الاجواء عندك في مقر النادي الاهلي بالجزيره، اكيد انت في النادي التقيت بالمسؤولين بالاعضاء بالجماهير حتى وانت داخل النادي، الفريق التدريب هيبدا امتى، كل الاجواء بقى اللي عندك والاخبار اللي انت اكيد متابعها على مدار اليوم في مقر النادي في الجزيره. بالتاكيد طبعا يا محمد، يعني بنتمنى كل التوفيق بقى للنادي الاهلي في المباراه القادمه الشوط الثاني في كذا، يعني اكيد مستر كولر اللاعبين لابد يكون في وعي كبير جدا وهدوء كبير جدا ويكون في تحضير لكل السيناريوهات. زي ما انت قلت يا محمد، تركيزنا فقط هيكون في المستطيل الاخضر. نادي الاهلي الحقيقه يمكن يعني اكثر من مره تواجد في المغرب، سواء كاس العالم للانديه النهائيات متواجد بشكل كبير جدا، سواء الوداد او الرجاء، فيمكن الجو العام بالنسبه طبعا للمباريات الحقيقه النهائيه في المغرب بتكون صعبه شويه طبعا كالعاده بالنسبه للمتلقي، لكن على فريق النادي الاهلي وايضا كمان على الجهاز الفني لابد يكون في هدوء بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. تحضيرنا محمد زي ما انت قلت خلاص بدا من هذه اللحظه، لابد غلق الصفحه بكل ما حدث فيها باهدار فرص باخطاء تحكيميه بتقصير من بعض الاخطاء طبعا من لاعبي النادي الاهلي، كل الامور دي لابد ان هي تغلق تماما، وده اللي اكد عليه كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر كولر وكبار اللاعبين بالتاكيد على هذا الامر، لان احنا عندنا شوط مهم جدا جدا جدا. ومش هننسى ابدا محمد ان الوداد صعد المباراة النهائية من بريتوريا، ما قدرش ان هو يحسم المباراة الأولى على أرضه، لكن توفيق ربنا سبحانه كان معاه في المباراة الثانية. أيضا كمان النادي الأهلي بمشيئة الله إن شاء الله عندنا أكثر من سيناريو يقدر بإذن الله إن شاء الله إن احنا نرجع من كذا بيا البطولة الأفريقية رغم صعوبة المباراة، لكن كل التحضيرات إن شاء الله بإذن الله للجهاز الفني تكون جيدة جدا للاعبين. زي ما أنت عارف محمد، النهاردة كل اللعيبة اللي شاركت في مباراة الأمس النهاردة هيتعمل لها برنامج ريكفري ليهم، المجموعة الثانية طبعا هتشارك في التدريبات. لكن بقول لك يا محمد، الحالة هنا يعني أعضاء النادي الأهلي كل اللي بيقابلنا فيه رضا بشكل كبير جدا على الاداء، لكن هو طبعا الناس كلها كانت بتحلم ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثه، لكن انت عارف محمد بخبرتك طبعا يعني الثوابت موجوده بالتاكيد في كره القدم، لكن المتغيرات كثيره جدا، ظرف بسيط خطا بسيط جدا بيقلب سيناريو المباراه، عشان كده لابد ان احنا نتعلم ويكون درس مهم جدا لينا في مباراه الامس على ان يكون ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه فيها كل التركيز والوعي والتحضير والهدوء مسانده الجماهير والوعي الكبير جدا، امر مهم جدا لازم ان احنا نحافظ على لعيبه النادي الاهلي، ما ينفعش ان احنا نرمي الفوطه زي ما الناس بتقول، لا الامور كلها في ايد لعيبه النادي الاهلي في ايد ربنا سبحانه وتعالى، لعيبتنا بتجتهد، محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل هناك، محدش يعرف السيناريو ممكن يحقق النادي الاهلي يحقق ايه هناك، عشان كده الثقه كبيره جدا في اللاعبين في الجهاز الفني، الجمهور دوره كبير جدا، الاعلام دوره كبير جدا، النادي الاهلي الممثل الوحيد لمصر في هذه البطوله، النادي الاهلي الحقيقه كان ليدنج بشكل كبير جدا في مباراه الامس، قدر ان هو يحرز هدف واثنين، لكن هي اخطاء وارده في كره القدم، عشان كده مش هنقدر نحمل اي لعيب اي خطا. اشتب شوبير يا محمد طبعا زي ما انت قلت الحقيقه، يعني مصطفى شوبير اثبت للجميع ان النادي الاهلي يمتلك حارس بطل اسمه مصطفى احمد شوبير، عشان كده بنوجه له كل التحيه والتقدير، مستنيين دور الشناوي، مستنيين دور اللعيبه ان شاء الله باذن الله على مدار ال 48 ساعه القادمه. النادي الاهلي مستمر يا محمد في تدريباته سواء اليوم، يعني من الوارد يكون في غدا اجازه زي ما عودنا مستر كولر، النادي الاهلي مستمر حتى موعد السفر بمشيئه الله يوم 8 هيكون في تدريب صباحي قبل التوجه الى مطار القاهره، النادي الاهلي يسافر بطائره خاصه، لسه منتظرين طبعا حسم الامر بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ الكابتن سمير عدلي، هل يكونوا يوم 7 يسافروا زي طبعا المعتاد، يكونوا بيحضروا طبعا للاستقبال لفندق الاقامه للترتيبات التحضيريه طبعا للملعب التدريب، كل الامور دي ان شاء الله يا محمد يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله نكون ورا فرقتنا بشكل كبير جدا، ما ينفعش ان احنا نقلل من ما حدث امس في المباراه من جمهور عظيم من لاعبي النادي الاهلي اللي ادت اداء كبير جدا، ينقصنا التوفيق يا محمد ومش بعيد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نرجع بمشيئه الله بالبطوله ال 11 ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب التدريب هيبقى الساعه كام يا كريم؟ هل هيبدا 6؟ يتاخر شويه عشان درجه الحراره، خاصه الماتش هناك هيتلعب بالليل حوالي الساعه 8 بتوقيت المغرب، العاشره مساء بتوقيت القاهره. كمان عايز اتكلم على فكره تدريبات الفتره الجايه، هل البرنامج تم تحضيره بشكل مناسب؟ ممكن بكره يبقى في راحه استئناف التدريبات يوم الاربعاء، ولا تدريبات يوميه حتى ميعاد الخميس ان شاء الله والسفر؟ يعني انطلاق التدريب اليوم محمد طبعا هو 6 مساء، لكن يعني من المعلومات اللي جات لنا ان في محاضره بالتاكيد لمستر كولر بتبدا الساعه 6، يعني ممكن اللعيبه تكون 6 وربع او 6 وثلث متواجدين في ارض التتش ان شاء الله استعدادا للتدريب، لكن باكد لك ان غدا يعني بنسبه 90% يكون في راحه لفريق النادي الاهلي، لان انت لو ما خدتش راحه بكره هتستمر حتى موعد المباراه بالسفر بتدريب صباح يوم 8، فيمكن بالتاكيد طبعا اللي معودنا عليه الجهاز الطبي والجهاز الفني بالتعاون الكبير جدا يكون في بكره راحه، على اساس ان فريق النادي الاهلي يكون في 48 ساعه
تدريب هنا في القاهرة، ومنها إن شاء الله يكون السفر استعداد كبير جدا للاعبين. الأمور كلها محمد في إيد لاعبي النادي الأهلي، في إيد الجهاز الفني. لابد إن احنا يكون في قراءة جيدة جدا للمباراة الماضية بالأخطاء، بحتى كمان المكاسب اللي قدرنا نحققها طبعا في المباراة. كل الأمور دي لابد يكون فيها هدوء ووعي كبير جدا من الجهاز الفني. لكن بطمنك يا محمد، يعني التدريبات مستمرة حتى موعد السفر. موعد السفر أيضا يوم 8 بنأكد عليه مرة تاني، هيكون في تدريب صباح اليوم، ومنها إن شاء الله بإذن الله إلى مطار القاهرة. يا رب إن شاء الله كل الأجواء تكون معانا محمد بمشيئة الله في كذا، لأن الأجواء صعبة جدا، حضرناها أكتر من مرة وأنت حضرت كمان يا محمد وعارف الصعوبة هتبقى إزاي. لكن إن شاء الله بإذن الله ربنا كبير بإذن الله، ونرجع بالبطولة محمد بمشيئة الله بإذن الله إن شاء الله. الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. مارسيل كولر كان ليه كلام مهم جدا في المؤتمر الصحفي.